عم استنى بقى، الله يخرب بيتك، ما كفايه بقى يا رضا، ونرجع من حيث اتينا. لا انا المره دي لازم الحق نور. الحلوه مالها رفع حواجبها ومحدش عاجبها، محسوبة عطا اللي بيموت في الشعر. ايه ده انت مين يلا؟ خد يا تعالى هنا، خد يا. زيارة. أنشط ضابط في الداخلية، اشتغل في كل الإدارات، والداخلية كلها إجازة. إيه ده؟ ريحة الكمكمة دي؟ لا مش قادر، هات الشاويش وتعالى ورايا. سبحان الله ولا إله إلا الله. هو فين يا ابني؟ أنا عارف، ما كلهم شبهه. فينك يا رضا؟ هو فضل ماشي ورا نور لغايه ما اعتل، جاب عجل وأجل. يا حبيبي يا رضا، يا صغير على السجن انا يامه. تعال عم عرفان، انت فين يا رضا؟ يا حبيبي يا رضا. عم عرفان، عم عرفان رضا، عم عرفان الحقني يا عم عرفان، شفت المصيبه اللي انا فيها؟ انت وحشتني قوي يا رضا. رضا انت مين يا اسطى؟ انا ناصر. يا رضا ناصر، وانت جاي تصلي العيد يا ناصر ولا ايه؟ الحمد لله ربنا تاب عليا وبقيت متدين تدين ظاهري. شفت يا رضا؟ جاريك ورا البيت خلاك تلعب في المنبه، ولعبك في المنبه خلاك تلبس البدله الحمراء. البس بقى يا رضا، خلي المنبه ينفعك. منبه يا عم عرفان؟ انت عايز تصحى بدري في السجن يا رضا؟ وده وقته يا ابني. انا بستفسر. بدل ما تستفسر استزوأ. استزوأ انتوا الاثنين بقى شويه. انا اللي هيجنني هو انا عملت ايه وصلني ان انا البس البدله الحمراء وهتشني؟ القاضي حكم عليك بالاعدام بعد ما قتلت نور. واللي اعرفه ان عليك حكم واجب النفاذ. وانت عارفان هتسيبهم ينفذوا في ايه الحكم؟ طبعا انت عندك شك في كده. ما تقلقش يا رضا، هنعمل لك كولدير في الشارع باسمك سخن وساقع. اخرس يا حيوان، الحسنات هتوصلك في قبرك. اخرس يا حيوان. الحقني، اوعى تسيبني. عارفين انقذني. انا هساعدك يا رضا، بس وعدني يا ابني تكون اخر مره، وغلاوه امك عندك لتكون اخر مره. طب وغلاوه امك عندي هتكون اخر مره. فك امي، احترم نفسك. عارفين اصل امك حلوه قوي. تاني من نفسك عرفان. عمي عرفان لو حساعدك. عمي عرفان قولي فين المنبه؟ عايز اعرف برضو المنبه. يا رضا ما تنام براحتك، انت كده كده هتنام مش هتقوم. بتسخر من الراجل؟ بطمنه الراجل حيلقى حتفه. ما تقلقش يا رضا، لا قلقان، انا هفضل ولا المنبه دوت لحد ما اجيبهولك. مدة الزيارة خلصت، مانيش حي مدة تانية. اخرس، متهركش معاه عشان غبي. الزيارة خلصت. خلاويص يا رضا لسه. طب يلا بقى رضا عشان تتعدل.
انا ما بحبش اتعدي. ما الله يخليك تخافش يا رضا، ده النهارده هننفذ حكم الاعدام. هو انت هتمدني على رجلي؟ ده انت هتشنقني من هنا. مش هتحس بحاجه خالص. انا خايف رقبتي توجعني. طب يا عم لو حسيت بحاجه عندنا. ماشي، بس لو رقبتي وجعتني بحق. ماشي ماشي، هاتوه هاتولي. بس انا عايز عرفان. هاتولي عرفان. انا هقولك يا باسل، اصلا انا ما بحبش اتعاتب. طب خليها يوم تاني. ما خلصي كمان، حرام عليك. انا ما عملتش حاجه. يا لهوي يا لهوي، المنبه المنبه فين؟ نفسك في ايه يا ابني قبل ما تموت؟ اشوف عرفان واطمن على المنبه. المنبه بتاع جدنا اصبح عزيز عليا قوي. والنبي إذا كان ممكن يا ابني تكسب ثواب يشوف عرفان إذا كان موجود. أيوة يا باشا، خلينا نشوف عرفان. يا رب تكسب في اللعبة. هو موجود بره مستني عشان يستلم الجثة. هو بصراحة يعني كان عايز يشوفه قبل ما ننفذ الحكم، بس لا 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 مش هينفع. خلينا نخلص بقى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. شكرا يا عم عشماوي. يس، يعني يدخل عرفان؟ ها؟ اه مفيش مانع. دخل عرفان من بره. فك ايده فك ايده. انا يا اهل العرض يا اهل العرض يا اهل العرض. عرفان يا حبيبي، رضا عرفان هتوحشنا يا رضا. لا لا مش هوحشك يا عم عرفان. لقيت المنبه؟ لا ما لقيتوش. يعني ايه؟ يعني انا هموت النهارده؟ امر الله بقى، هنعمل ايه؟ لا لا مش هموت. هقول بجد لقيته. بس وعدني انها تكون اخر مره. ابو نور، نور انت عارف لو جبت سيره البيت دي تاني انا هسيبك تعدم. لا تعدم بالمشنقه. لا لا خلاص خلاص خلاص. مد ايدك، حط اصبعك في الجاكيت. حط اصبعك بقى يا رضا، عايزين نلحق البطش. استنى يا رضا. شيل صباعك. على فكره هتظبط، احنا هنخسر الماتش داوي. حط ايدك بسرعه يا رضا. عوذ بالله من الشيطان الرجيم، عوذ بالله من الشيطان الرجيم.